بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور سليم دكتور بيطري، شاطر جدا في علم البهايم، تخصص بقر وجاموس. العلم الوفير بقى اللي في دماغه هيساعدنا ان احنا نكبر المشروع بتاعنا، ويساعدنا ان احنا نعالج البهايم اللي عندنا لكي تدر لبن اكثر. اما الاستاذ ابراهيم التمرجي المساعد بتاعه بيشتغل الشغلانه دي بقاله 25 سنه، يعني خبره، وبرضه هيساعدنا نتعامل مع البهايم اللي عندنا. انا كده خلصت كلمتي، تيجي دلوقتي بقى كلمه الدكتور. دكتور، اول حاجه طبعا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما الست ام هند بتقول، انا خبرتي كبيره جدا في علم البهايم والجواميس والبقر، بس انتوا طبعا شغلكم من زمان، يعني لو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنعمل شغل جامد قوي، مش كده رجاله؟ مش كده ابراهيم؟ اه كده يا باشا. وهو الاخ اللي معاك ده اخرس ولا ايه يا دكتور؟ يا بنت ابي، يا بنت تلمي يا بنت، ما ينفعش الرماده دي قدام الضيوف، قطع لساني. لا إيه؟ هو مش اخرس يا شربات، معلش. عايز اقول لك بقى انه ابراهيم ده التمرجي بتاعي، وده الكل في الكل، ما بعرفش اعمل حاجه من غيره. ومعلومه بقى كمان، ده مش بيفهم في البهايم بس، لا بيفهم كمان في البني ادمين، يعني انت لو عايز اي حاجه تروح تساليه على طول. ما تتكلم، ما هو انت خرسيت دلوقتي. مش حزبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم ابراهيم، يعني زي ما الدكتور سليم قال عليا كده بالظبط. احنا ان شاء الله هنحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى فريق واحد، وهنخلي الحيوانات والبهايم بتاعتكم تبقى اجدى حيوانات في الدنيا. الله الله ابراهيم الله. طب ادام احنا دخلنا في الشغل على طول، في بقره حرناني من صباحيه ربنا. ما هي لازم تبقى حرانه، احنا في الصيف. ده طبيعي يا شربات. حرناني دي مش راضيه تنزل ولا نقطه لبن، واحنا غلبنا معاها ومش عارفين نعمل معاها ايه. انت بس اتبع الدكتور سليم وتعليماته، وان شاء الله هتنزل لك لبن وكابتشينو وزبادو واي حاجه انت عايزاها. انت سيفه كبيره بقى للدكتور يا بنات. سقف يا مرحب يا دكتور، يا مرحب. قلت لك نمشي يا بيه. والله مش والله مغلبان يا دكتور اخر غلب، وعملت لها كل حاجه عشان تحن ومفيش فايده. تحن؟ مقطعة قلبي يا ولدان. أصل زمتة اللبن دي وحش، وأنت سيد العارفين. أيوه عارفها، زمتة اللبن جنب صفة اللبن، عارفها. أهو البركة فيكوا بقى، تلاقوا لها حل وأنتوا هتغلبوا. خلاص يا بنت بلاش نماضة، يعني سيبيهم يشوفوا شغلهم، أنت كده معطلة حبل أفكارهم. هما جايين يساعدونا ولا نقعد نلوك بقى ويقعدوا يسمعوا فينا؟ هو أنت ما بتردش عليا ليه يا دكتور؟ لا بفكر في المصيبة اللي إحنا فيها. مصيبة؟ مصيبتك فالله الشر. مصيبة اللي البقرة فيها. يلا يا نسوان، يلا عشان الدكتور البيطري بقى يشوف له حل بقى. يلا يا اختي، مش وقته يا اختي. يلا يا اختي، يلا يا بيت. طب والنبي يا دكتور، بشويش على الدرع احسن، مش مستحملة حد يجي ناحيته. اصل احنا هنا قوي. ايه الدرع ده بي؟ تعرف ابراهيم، احنا كل ده ربانين وربنا سطرها معانا. البت دي هتودينا في 60 داهية. ما تيجي نمشي من هنا يا ابراهيم. اتفضلي يا ست. بسم الله ما شاء الله، جابت كل ده؟ دي ما كانتش راضية تنزل ولا نقطة. اللي هي كان عندها ايه؟ هي كان عندها ايه بقى؟ ستريس. ستريكس؟ ايوه الاستريكس ده مرض خطير منتشر بين الحيوانات، وده نتيجة على ان المواطنين بيهينوا الحيوانات ويشتموها، وانتوا عمالين تشتموها ليل ونهار يا جاموسة يا جاموسة، فتعبت واكتئبت ومنعت اكله، ولذلك منع اللبن. بعد تشخيص الدكتور وتعليماته بيقول ان انتوا لازم تحترموها وتغيروا لها نوع البرسيم ده، وتحطوا لها برسيم 92 ابو نوره ده. بعدين احنا ظبطنا لك خلاص، انا احلبها كل 3 شهور، انا مش فاضي لك بقى كل شويه شوفي شغلك. العفو يا دكتور، اني ما قلتش كده. طب يلا يا بنت، في ايه اللي بتعلم انت فيها دي؟ يلا يلا يا اختي جوهي، يلا خلصنا هنا، يلا نشوف حته تانية نشتغل فيها. متشكرين قوي يا دكتور، مش عارفين نعمل ايه من غيرك. كتر خيرك يا دكتور. اللي استريكس ده ليه صحيح؟